السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من سلسلة بتنفيق. قبل كل شيء بغينا نشكركم بزاف على التفاعل معنا، وكذلك نحييكم على كل الردود والتعليقات اللي كانت كالعادة جد بناءة ومحفزة، يعطيكم الصحة. كما وعدناكم في الحلقة الماضية، في هذه الحلقة رح نتكلموا على الانفعالات، les émotions. واش هي الانفعالات والأحاسيس، وكيفاش نعيشوها، وما هي الطريقة الأمثل للتعامل معها؟ قسم علم النفس الانفعالات لست فئات أساسية، اللي هي الخوف لا بور، الحزن لا تريستيس، الغضب لا كولير، الفرحة لا جوا، الاشمئزاز لو ديغو، والمفاجأة لا سوربريز. لكنها في الحقيقة هي غير محدودة، يعني يعيش الإنسان كمية غير محدودة من الانفعالات في حياته وبكيفيات غير محدودة وجد معقدة، كالخجل، الفخر، الملل، القلق، ويمكن معرفتها عادة عبر إيماءات الوجه ووضعية الجسد. المهم قبل كل شيء لازم نعرفوا بلي لي زيموسيون هما نتيجة مباشرة للأفكار تاعنا لي بونسي، لكن الأفكار اللي نظنوا بلي هي سبب في ظهور انفعال معين ليست دائما حقيقة. والأمر المهم الثاني واللي يمكن راح يشوك البعض هو أنه ظروف الحياة محايدة بصفة كبيرة جدا، يعني مش هي اللي تخلينا نتألموا ونعاني ونسوفروا، بالعكس محاولة تجنب الانفعالات الناتجة عنها هو سبب المعاناة اللي نعيشوها. يعني هدف كل إنسان في الحياة وسعيه الرئيسي في الوجود يتمثل فقط في البحث عن الانفعالات اللي نسموها إيجابية، وتفادي وتجنب كل الانفعالات اللي نسموها سلبية. لكن في الحقيقة ما كانش انفعالات إيجابية أو سلبية. الانفعالات كالألوان، الأحمر مش خير من الأزرق، والبنفسجي ماهوش أفضل من البني. ما معنى ذلك؟ الصبر شوية غادي تفيقوا بزاف صوالح. يمكن أن تعرف الانفعالات على أنها ردود أفعال جسدية سوماتيك تدفعنا للتكيف مع المواقف اللي نعيشوها في حياتنا. نعطو مثال عن ذلك، راك في الغابة تتجول، خرج لك سبع، غادي الجسد تاعك يرد بسرعة باش يشارج ويعمر الطاقة اللازمة في المناطق تاع الجسم تاعك اللي يحتاجها من أجل الدفاع عن نفسك أو الهروب، وهذا ما نسميه بالخوف الطبيعي، وهو جد مهم بالنسبة للإنسان والحيوان على حد سواء للحفاظ على الحياة والاستمرار في العيش. ويظهر ذلك في ثلاث أشكال نسموها The 3F: Fight يعني الدفاع، Flight اللي هو الهروب، وFreeze يعني التجمد في مكانك. تأخذ الانفعالات شكلها في أعماق الدماغ تاعنا، فيما يسمى بالجهاز اللمفاوي Le Système Limbique، وهذا قبل الوعي بما يجري في الواقع، صورة، رائحة، صوت، ذوق، إحساس. يقوم باستثارة هذه المنطقة في الدماغ اللي توصل المعلومة إلى مستوى جزء آخر والمدعو الميهاد لوتالاموس، حيث يتم فرز المعلومة في هذا المستوى وإرسالها إلى جزء معين من قشرة الدماغ لوكورتكس، وين يتم معالجة هذه المعلومة. ويوجد منطقة خاصة بكل حاسة. في نفس الوقت يبعث الميهاد المعلومة الحسية إلى اللوزة الدماغية الأميغدال اللي تلعب دور الحارس اللي يكشف على الظروف الجديدة اللي نعيشوها، ويلعب دور كبير في الذاكرة، وهذا الشيء اللي يخلينا نعطو أهمية كبيرة للذكريات تاعنا بحلوها ومرها. ثم توجه هذه المعلومات كلها إلى مستوى الغدة النخامية الهيبوتالاموس، وهي منطقة الدماغ اللي تتحكم في الجهاز العصبي اللا إرادي أو ما يسمى بالتلقائي Le Système Nerveux Autonome، وهو الجهاز اللي يتحكم في ردود الأفعال الحيوية، دقات القلب، تنفس، عامل الكبد، الكلى، التعرق إلى آخره. وبهذه الطريقة توزع الانفعالات والأحاسيس على الجسم عبر زرين دو بوتون. الأول يطلق الطاقة في الجسم راح نسموه أكسيليراتور، والآخر يكبحها ونسموه لفخة من أجل اقتصاد تلك الطاقة، وكذلك تكييف مشاعرنا على حساب نوع التواصل تاعنا مع الآخرين، وذلك لامتثال الأدوار الاجتماعية اللي فرضناها على أنفسنا عن طريق التلقين والعادة. مثلا أنا ناس ملاح ما يدخليش نزعف، وما لازمش نبين للناس بلي راني حزين ولا ضعيف، وحتى الفرحة في كثير من الأحيان تكبح لأنه بعض الناس حاسبين
باللي لو كان يبينوا فرحتهم غادي يحسدوهم ولا يعينوهم، وكل هذا على حساب فقدان واستنزاف طاقة جبارة. ويمكن كذلك أن نستنتج علاش الرجل الجزائري سريع الغضب والانفعال، حيث أنه لا يعبر إلا قليلا أو أبدا عن انفعالاته كالحزن مثلا. لخاطرش انفعال الحزن يشوفه باللي شعور تعليفابل، يعني يعيش فقط الإنسان الضعيف، مما يجعل الرجل الجزائري يحاول تجنب هذا الشعور وعدم إبدائه للآخرين مهما كلفه الأمر من طاقة. الأمر اللي يخليه يعيش حالة ضغط وتوتر أعصاب متواصل بسبب منع ذلك الانفعال من التعبير عن نفسه، لأن حزن أو بكاء الرجل يمثل الضعف في الوعي الاجتماعي الجزائري. على هكا نشوف المصابين باضطرابات انفعالية كالقلق، الاكتئاب والوسواس توجور يعانيوا من نقص الطاقة، تعب، الإرهاق، وعدم القدرة على القيام بمجهود فكري أو عضلي، لأن الطاقة تاعهم تستنزف في وهم الصراع ضد الأفكار والانفعالات كالحرب الداخلية. وكل هذا يخلينا نقول بأن الناس اللي تعاني من تلك الاضطرابات ليست أبدا ضعيفة، بل قوية إلى درجة كبيرة جدا. نعم سمعتوني مليح، إنهم أقوياء، لخاطرش راهم صامدين في صراع ما بين اللاوعي الجبار والوعي الضعيف، رغم ذلك ما زالوا يقاوموا. على هكا فهم الانفعالات أمر جد ضروري من أجل إدراكها والتسامح معها. في هذا الفيديو ما غاديش نتكلم عن التحكم في الانفعالات أو العواطف، ولا عن تغييرها أو التخلص منها، ولا حتى عقلانيتها. كل هذه المصطلحات المكتسبة والحالات النفسية تجاه الانفعالات خاطئة وتضر أكثر من اللي تنفع، وفي الحقيقة هي اللي تسبب لنا المعاناة. كيفاش؟ صبروا معنا. الانفعالات تحدث أو تترجم من أفكار إلى أحاسيس على مستوى الجسم عن طريق الإفرازات الهرمونية، وتظهر كأعراض أو ديسين سوماتيك، وهذا ما يسمى بالبسيكوسوماتيك أو الجسدانة. وكل ما نحاول نتفادوا هذه الانفعالات سيكمسي نبلوكيوها في الجسم تاعنا، وهذا الأمر اللي يؤدي بنا إلى الإحساس بضغوطات على مستوى الجسد، وأفورس ما نبلوكيوها يحصل ما يسمى بالكريستاليزاسيون دو ليموسيون في لو كور، تبلور الانفعال في الجسد، وهذا ما يؤدي في كثير من الأحيان بإصابة العضو المعني بهذا البلوكاج. مثلا اللي يحس بالخوف على مستوى الجهاز الهضمي، البطن أو الأمعاء، ويقوم بكبحها على هذا المستوى، يعني يحاول يتجنبها أو يسيطر عليها، غالبا ما يصاب مع الزمن بأمراض جسدية مثل القولون العصبي، التهاب المعدة، الإمساك أو الإسهال، ولا البواسير. كما سبق وقلنا أن الهرمونات هي المسؤولة عن تنقل الانفعالات في الجسم تاعنا، وكهرمونات أساسية عندنا هرمون الأدرينالين، لادوبامين، السيروتونين، الكورتيزول، والأندورفين إلى آخره، بلا ما نسو الهرمون الذكري التستوستيرون والهرمونات الأنثوية البروجستيرون والأستروجين. كل الهرمونات باختلاف خصائصها تلعب دور ضروري في توازن المزاج والحد من شدة الانفعالات. نقدر نذكر مثال عن الدورة الشهرية لدى المرأة التي تشهد انحدار مستويات العديد من الهرمونات وخاصة الأنثوية، مما يؤدي إلى مزاج مرتبك والشعور بالنرفزة والضغوطات الجسدية. وكمثال آخر نجد أن انخفاض هرمون السيروتونين المعروف بهرمون السعادة يؤدي إلى الشعور ببعض الأعراض ككآبة، التوتر، مشاكل واضطرابات في الأكل والنوم إلى آخره. نعود نقول الفكرة الانفعالات ما راهي لا إيجابية ولا سلبية، وفي نفس الوقت هي غير ضارة، إنوفنسيف إذا أعطيناها حقها وسمعنا لها مليح وسمحنا لها باش تكون. ولكن في معظم الأحيان راح نتجاهلوها ونحكم عليها سلبيا أو إيجابيا. كيفاش يتم هذا الميكانيزم؟ في كل مرة نختبر انفعال نعتقد باللي سلبي كالحزن مثلا، راح نحس رواحنا فشلنا في تحقيق السعادة المنشودة، ونزيدوا عليها الإحساس بالذنب، ونحسوا باللي راح تغمرنا هذه المشاعر والأحاسيس وما رايحينش نقدروا نخرجوا من هذه الدوامة، وراح تتبعنا مدى الحياة، وهذا يسبب لنا الانغلاق، الرفض، ونقولوا ما لازمش نكونوا هكا ولازم نتخلصوا من هذا الإحساس. وهكا نغرقوا في دوامة من التفسيرات والتحليلات العقلية التي تسبب بدورها انكريسباسيون في الجسد تاعنا، ويحدث ان بلوكاج دو ليموسيون، وهذا هو الأمر اللي يسبب لنا المعاناة، الألم، الاضطراب، وحتى المرض. كالعادة نقول لكم ما تتقلقوش، ما تتضايقوش، لكل داء دواء. انتهينا من الجزء الأول من هذه الحلقة اللي كان فيها الجانب النظري لكوتي تيوريك تاع الانفعالات باش نفهموا طبيعتها ودورها في حياتنا اليومية. خليكم على تواصل معنا باش يوصلكم الجزء الثاني عن قريب، واللي راح يكون تطبيقي بخاتيك
وراح نتعلموا فيه كيفاش نتقبلوا الانفعالات ونخلوها تعبر عن نفسها بكل حب وسلام. إذا كان عندكم أي أسئلة أو استفسارات حول الموضوع يمكنكم تركها في التعليقات أو عبر الرسائل على الخاص. لا تنسوا نشر الفيديو مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. سلام.